مرحبا بكم في درس الوحدات. دعونا نبدأ. حسنا، إذا أردت أن أقول لكم أن أحدا، دعني أقول، كان يقود على سرعة، دعونا نقول أنه زيد. إذا دعونا نقول أنه زيد. زيد، وكان يقود على سرعة، لنفترض أنها 28 قدما في الدقيقة. إذا سؤالي لكم هو، إذا ذهب بسرعة 28 قدما في الدقيقة، كم إنسان ستستغرق رحلة زيد في الثانية الواحدة؟ إذا كم إنسان ستستغرق رحلة زيد في الثانية الواحدة؟ إذا كم إنسان في الثانية ستأخذ رحلته؟ دعونا نحاول حل هذه المسألة. لنقول أنه إذا كان لدي 28 قدم في الدقيقة الواحدة، وهذا اختصارها، ثمانية وعشرين قدما في الدقيقة الواحدة، دعونا أولا نجد كم إنشا في الدقيقة الواحدة هذا. حسنا، إننا نعرف أن هناك 12 إنشا في القدم، صحيح؟ وإذا كنت لا تعرف فأنت الآن عرفت ذلك. نحن نعلم أن هناك 12 بوصة في القدم، إذا كان سيذهب بسرعة 28 قدما في الدقيقة الواحدة، إنه سوف يذهب 12 ضرب عدد من الإنشاءات في الدقيقة الواحدة. إذا 12 ضرب 28 لنرى، دعوني أجري هذا العمل البسيط. 28 ضرب 12 هو 16، لدينا 56 زائد 280. ربما لا يجب علي أن أقوم بهذا بدون ترتيب، وهذه الأشياء ستكون أفضل باستخدام آلة حاسبة، على الرغم من أنه من الجيد أن تقوم بحل الرياضيات بنفسك، وهذه من الممارسات الجيدة. هذه هو 6، 5 زائد 8 الناتج هو 13، إذا 336، ويعادل ذلك 336 إنشا في الدقيقة. وحدث هنا شيئا مثيرا للاهتمام، هو أنك تلاحظ أني أملك قدما في البسط هنا، وأملك قدما في المقام هنا، فإنك تستطيع هنا أن تتعامل مع الوحدات بنفس الطريقة التي تتعامل مع الأرقام الفعلية أو المتغيرات. لديك نفس الوحدة في البسط، ولديك نفس الوحدة في المقام، وفي ناتج الضرب ليس الإضافة، يمكنك إلغاؤهم، وهذه الأقدام مع الأقدام يتم إلغاؤها. بقينا مع الإنشاد في كل دقيقة، وأستطيع كتابة هذا على نحو 336 قدما في الدقيقة. ضرب إنشاد، هذه الإنشاد لكل قدم، ولأن هذه القدم لكل دقيقة أتت من هنا، والإنشاد لكل قدم أتت من هنا، سنقوم فقط بإلغاء هذا. والآن قد حصلت على إنش في الدقيقة الواحدة. على أي حال، لا أريد أن أزعجكم كثيرا مع إلغاء كل تلك الوحدات. خلاصة القول للتذكر فقط، إذا قطعت 28 قدم في كل دقيقة، وأنا أريد أن أذهب 12 مرة لهذا العدد من الإنشات في الدقيقة الواحدة، حسنا، لأن هناك 12 إنش في القدم، إذا أنا ذاهب 336 إنش في الدقيقة الواحدة. سؤالي الآن، ولكن لم ننجزها حتى الآن، لأن السؤال هو كم إنش سأستغرق في السفر في الثانية الواحدة؟ لذلك اسمحوا لي أن أمحو بعض الأشياء هنا في الأسفل. اسمحوا لي أن أمحو هذا وهذا، على الأرجح سوف يزعج الجميع. في الحقيقة أنا سوف أمحو هذا أيضا. حسنا، إذا لنذهب، إذا 336 إنشا لنكتبها على هذا النحو لكل دقيقة.
إذن إنش لكل دقيقة. وأريد أن أعرف كم إنش في الثانية. حسناً، ما الذي نعرفه؟ إننا نعلم أن الدقيقة الواحدة، ولاحظ أنا أكتب البسط هنا لأنني أريد أن ألغيه مع هذه الدقيقة هنا. كم ثانية تساوي الدقيقة الواحدة؟ إنها تساوي 60 ثانية، أليس كذلك؟ ويمكن أن يكون هذا الجزء مربكاً إلى أنه جيد دائماً لاتخاذ خطوة إلى الوراء والتفكير فيما أقوم به. إن كنت سأستغرق 336 إنشاً ذهاباً في الدقيقة، كم إنشاً سأسافر خلال الثانية الواحدة؟ سأستغرق أكثر من 336، أو أنني سأسافر في أقل من 336 إنشا في الثانية، ومن الواضح أنه أقل لأن الثانية فترة قصيرة جدا من الوقت. وإذا أنا في فترة قصيرة جدا من الوقت وأنا أستغرق مسافة قصيرة جدا في سفري، إن كنت سأسير بنفس السرعة فينبغي علي أن أقسمها على عدد ليكون الأمر منطقيا، لتكون القسمة على 60. أنا أعلم أن هذا يمكن أن يكون مربكا للغاية في البداية، ولكن لهذا السبب أريدك دائما أن تفكر في كيفية الحصول على عدد أكبر، أو ينبغي أن أحصل على عدد أصغر، وهذا سوف يعطيك دائما اختبارا واقعيا جيدا. وإذا كنت تريد فقط أن ننظر إلى الطريقة التي جاءت بها من حيث الوحدات، نحن نعلم من هذه المشكلة أن نريد أن نلغي بشيء أو نحولها إلى ثواني، فإذا كان لدينا دقائق في المقام في الوحدات هنا، نريد دقائق في البسط هنا والثواني في المقام هنا، والدقيقة الواحدة تساوي 60 ثانية. مرة أخرى، إذن تلغي الدقائق ونحصل على 336 على 60 إنش في الثانية. والآن إذا كنت سأقسم هذه، يمكن أن نرى في الواقع يمكن أن نقسم البسط والمقام بستة. الستة تذهب إلى 336، ماذا 56 مرة، 56 على 10، ومن ثم نستطيع قسمتها مرة أخرى على 2، 28 على 5. و28 على 5، دعونا نرى، تذهب الخمسة إلى 28 خمس مرات، 25، 25 هنا، و نطرح يبقى 3، إذن 5.6، إذن هذا يساوي 5.6. أعتقد الآن أننا قمنا بحل المشكلة. إذا كان زيد قطع 28 قدما في كل دقيقة، وهذا بسرعته أنه يقطع فعليا 5.6 إنشا في الثانية، آمل أن هذا كان منطقيا. دعونا نرى إذا كان بالإمكان أن نفعل واحدة أخرى. إن كنت سأقطع 91 قدما في الثانية، إذن كم ميل سيستغرق ذلك في الساعة؟ إذن كم ميل في الساعة؟ حسنا، 91 قدما في الثانية. إذن كم، إذا أردنا أن نقول كم ميل يجب علينا قسمته أو يجب ضربه، إنه ينبغي أن نقسم عدد أقل من الأميال، ونحن نعلم أن الميل الواحد يساوي، وقد ترغب في أن تذكر ذلك، 5280 قدما. إنه فعلا عدد مفيد لتعرفه. ومن ثم سيتم إلغاء الأقدام فعليا،
ثم نريد أن نذهب من ثواني إلى ساعات، صحيح؟ إذا ذهبنا من ثواني إلى ساعات، إذا أمكننا السفر 91 قدما في الثانية، كم سوف أسافر في غضون ساعة؟ أحصل على عدد أكبر، لأن الساعة فترة زمنية أكبر بكثير من الثانية. وكم عدد الثواني في ساعة؟ حسناً، هناك 3600 ثانية في الدقيقة الواحدة، إذن 3600 ثانية، ما يزيد على ساعة. وسوف تلغى هذه الثواني، ثم أننا إذا قمنا بضرب كل شيء نحصل في البسط على 91 ضرب 3600، إذن لدينا في البسط 91 ضرب 3600 تقسيم 5280 في المقام. هذه المرة أنا فعلا سأحتاج إلى استخدام آلة حاسبة، واسمحوا لي أن أحضر الآلة الحاسبة فقط لإظهار لكم أنني أستخدم الآلة الحاسبة. دعونا نرى، 91 ضرب 3600 يساوي عدد كبير مقسوما على 5280، إذن 91 ضرب 3600 تقسيم 5280 يساوي 62.05 ميلا لكل ساعة.